وفقرتنا الأسبوعية كل يوم أحد مع المحامي المستشار القانوني ريان مفتي، انضم إلينا بالصوت والصورة من مدينة جدة. حياك أبو عدنان وعيدك مبارك. سنة طيب حبيبي ومستمعين الكرام، الله يحييك. الله يعطيك الصحة والعافية أبو عدنان. يعني إحنا نبي ندخل معك على طول في سؤال اليوم. خلينا نصيغ السؤال بشكل عام بدون ما ندخل في تفاصيل. في بعض الناس ممكن مو مستوعب إلى أي مدى القانون يمنع أو يجرم بعض الأخطاء اللي هو يعني غير مستوعبها، من يدعو أو ينشر فيديوهات تدعو العنصرية أو النعرات أو فيها تشدد أو فيها نوع من خلينا نقول العنصرية وبث الكراهية. خلينا نقول هل هنا القانون كيف ممكن هو يعاقب أو يجرم هذه الأفعال؟ تفضل بعدها. طيب أنا قبل ما أتكلم عن هذا الموضوع من ناحية قانونية، أنا راح أتكلم عنه حتى من ناحية شرعية وعن أثارها. يعني العنصرية هدمت الكثير من الدول أو المجتمعات اللي كانت تبني حياة على هذا المبدأ. ولا ننسى إنه إحنا الشريعة الإسلامية أول ما بدأت الرسالة المحمدية كانت بدايتها نبدأ العنصرية بين الطوائف وبين القبائل وتجميع الأمة الإسلامية بوحدة واحدة. فالعنصرية كارثة. سواء حتى لو كانت هذه العنصرية سواء كانت رياضية أو كانت قبلية أو مبنية على الجنسية أو مبنية على اللون، هذا طبعا منهي عنه في الشريعة الإسلامية، وبالتالي لم ينهى عنه إلا لوجود خطورة أو لوجود ضرر على البعض من هذا السلوك ومن هذا المبدأ. لا يوجد مجتمعات صعدت ولا يوجد مجتمعات طورت من نفسها وبنت نفسها وكانت لها وحدة قوية وطنية قوية إلا إذا كانت تجمعهم وحدة واحدة ولم يكن هنالك أي نفور أو عنصرية بينهم أو نبذ طائفة إلى طائفة ثانية. دائما العنصرية والطائفية أو وجود الاختلافات أو التعامل بهذه الطريقة يهدم جميع السلوكيات ويهدم جميع المبادئ ويهدم جميع الوطنية اللي تكون مفترض إن هي تكون تجمع بين أفراد، إذا كان أفراد مجتمع أو أفراد دولة أو أفراد حتى لو أفراد أسرة. لذلك كانت هنالك بعض الحالات أو بعض الأخطاء اللي تصدر من البعض، خاصة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي اللي أصبحت هي وسيلة إنك أنت تستطيع من خلالها أن تعبر، سواء كان هذا التعبير إيجابي أو التعبير سلبي. كان هنالك إصدار من بعض الأشخاص إنه هو يخرج ما في داخله من عنصرية من خلال وسائل التواصل، خاصة في تويتر أو في الفيسبوك. فكان هنالك لغط وكان هنالك توتر من البعض، وكان هنالك ردود، خاصة إذا كانت هذه العنصرية مبنية على قبلية أو على نسب أو على أصول. فكان هنالك تصارع لا يبني هذا التصارع أو غير موجود لا في الشريعة الإسلامية كمبدأ ولا يوجد حتى في الأخلاقيات الإسلامية. لذلك هنالك كان صدر نظام في عملية نبذ العنصرية، هنالك وهي تعتبر من الجرائم أيضا من الجرائم الكبرى اللي بيعاقب عليها القانون وتدخل فيها السجن بالغرامة بأي شكل من أشكال العنصرية، سواء إذا كانت عنصرية قبلية أو عنصرية دينية أو عنصرية لونية. كونك إنك أنت تتعرض لأي شخص للانتقاص منه بأي سبب من الأسباب اللي احنا ذكرناها، هذه تعتبر صور من صور العنصرية. ويتطبق عليك هنا العقوبة بخصوص هذه الجريمة، وهي تعتبر من الجرائم الكبرى كما ذكرنا. فبالتالي دائما الإنسان يعني يرى في نفسه ماذا صنع وليس ماذا صنع لقبله. ودائما الإنسان ممكن الإنسان يفتخر بأصله ويفتخر بقبيلته، هذا الافتخار ما في منه أي مانع، إلى العكس الإنسان دائما يفتخر دون نشر الكراهية أو نشر العنصرية، لكن دون ما تعتقد أنك أنت الأفضل من غيرك أو تعتقد إنه هذا النسب أو هذا يعني هذا الأمر اللي أنت تعتقد فيه الأفضلية لغيرك، دون أن يكون تعتقد فيه إنه هو هذا الشيء من رفعك أو من جعلك شخص أفضل من الغير. دائما أفعالك وأخلاقياتك ودينك هي من هو من يميزك عن الآخرين. طيب قبل ما أختم معك سؤال اليوم أبو عدنان، ما هي عقوبة نشر الكراهية والعنصرية؟ طبعا العقوبة قد تصل إلى سجن إلى 3 سنوات. طبعا هذه حسب ظرف التجديد أو ظرف التخفيف، فهي ما هي من العقوبات السهلة.
خاصة إذا كانت الألفاظ المستخدمة فيها أو مبدأ العنصرية اللي فيها، زي إحنا شفنا القضية اللي حصلت أو النيابة العامة اللي أعلنت عنها قبل عدة أيام، قبل كم يوم، نعم. اللي هي عنصرية الرياضية، يعني كان مقطع صراحة مقزز، وكان مقطع مسيء، وكان مقطع بعيد تماما عن أخلاق الرياضة والهدف من الرياضة، لأن الرياضة في الأصل هي تربية أخلاقية، نعم. وتربية مجتمعية وعمل، وفي النهاية تسلية. يعني أنت الآن بتتفرج على مباراة، أنت بتسلي نفسك، بتخرج عن ضغوط أخرى، بتخرج عن ضغوط المجتمع، بتخرج عن ضغوط عملك، نعم. فبالتالي أنت مفترض أنك أنت تترفع عن هذه الأمور وتستبدل هذه الضغوطات بفرح وبسعادة وباستمتاع. نعم نعم.